الله فوق الخلائق كلها، إن لم تكن تراه فهو يراك. مع مسك الختام، مع القرآن الكريم، مع قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بكفر ميت العبسي مركز الوسطى المنوفية، فضيلة القارئ الشيخ محمود أحمد عزام، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء كل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله. ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا
إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات وكل أتوه داخرين وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله صنع الله صنع الله وكل أتوا داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر صنع الله صنع صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وكل أتوه داخرين وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة
صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. والليل إذا يغشى والسماء وما بناها
والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها كذبوه فعقروها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم الفاتحة الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وأصحابه الأعلام أن الله عز وجل يجعل ثوابا ما قرئ ونورا ما تلي نورا يتقاطر على الراحل الكريم في قبره يا رب العالمين. وهكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بكفر ميت العبسي مركز حسن منوفية فضيلة القارئ الشيخ محمود أحمد عزة. لذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية وهندسة الكهرباء العالمية أدارة مهندس ياسر فرج بالزمرني مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى لصاحبها الحاج عطية أبو غنيمة أدارة الحاج عبد الله أبو غنيمة وأولاده أبو نجاح وحدة التصوير والبث الهوائي أدار عميد مصوري مصر مهندس ناصر صلاح وأولاده بمدينة الزقازيق أسرة الراحل الكريم والعائلة الكريمة بكل من فيه
يتقدمون بخالص الشكر والتقدير الى كل من واساهم العزاء. انا لله وانا اليها راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.